تمكنت فرق البحث من إنقاذ شخص في الأربعينيات بعد 278 ساعة من الزلزال في هاتاي التركية. Burası çok önemli bak. Buradan çıkarak yer sıkıntı yaşıyoruz. Sağlam durun arkadaşlar burada. Sıkıntı burada yaşanıyor. Evet. Bak bak. Kaldırmayın. Havaya kaldırmayın. وفي هاتاي أيضا وبعد 260 ساعة وثقت مشاهد هتافات رجال الإنقاذ مع انتشال فتحيا من تحت الأنقاض. أمضى 261 ساعة تحت الأنقاض في تركيا، ثم استطاعت فرق الإنقاذ انتشاله ليقوم بعد إسعافه بإجراء مكالمته الأولى مع أقاربه. أنا بخير، ليس لدي أي مشاكل، أعتقد أنني في مستشفى للتدريب والبحث، سيوجهونني إلى أي مكان مناسب، ليس لدي أي مشاكل. في ولاية أديامان أظهر مقطع فيديو امرأة تركية وهي تبكي بسبب فقدان ابنها في الزلزال بعد 7 أشهر فقط على رحيل زوجها. Dün ses vermiş ama dünden beri yok. 20 yaşında. Mavişim benim 20 yaşında. في تركيا أندجون من الزلزال يقيمون مراسم الجنازة لضحاياهم ويدفنون أقاربهم بعد أن فقدوا الأمل في إنقاذ آخرين. انتظرنا النيران بالقرب من المبنى المنهار لمدة 10 أيام لإخراج جثث المتوفين من تحت الأنقاض. 10 أيام من هذا الرجل هنا وابن أخي مصطفى شقيق الضحية، قاتلنا من أجل الحصول على حفارة لاستخراج الجثث. من أهم المشاكل في المراحل الأولى من الكوارث الطبيعية هي تشيع جنازات ضحايا الكارثة. لقد قمنا بدفن 413 جثة فقط في هذه المحافظة. طبعا عندما وصلت إلى المستشفى في الساعات الأولى لحقت أضرارا بها نتيجة الزلزال، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في هيكل المستشفى. وينضم إلينا مفد الشرق لكهرمان مرعش هادي المجالي. أهلا بك هادي يعطيك العافية. يعني سأبدأ معك بالحديث عن حجم الدمار اللي لحق بمدينة كهرمان مرعش تركيا جراء هذا الزلزال، يعني اللي طبعا ضرب عدة مدن بجنوب تركيا وأيضا شمال سوريا. اسمحي لي أن أبدأ من حيث أقف وما يجري خلفي في هذه الأثناء. خلفي تجري عمليات محاولة، يبدو أن هناك رصد لأنفاس أو محاولة إيجاد أشخاص لا زالوا على قيد الحياة. في هذا الموقع عديد من الآليات الثقيلة إضافة إلى المئات من أفراد الدفاع المدني والجهات المختصة ولجان الإنقاذ تحاول الوصول إلى قعر البنايات التي كانت متواجدة هنا. كان في هذا الموقع 3 بنايات جميعها سويت بالأرض. هناك مساعي للدخول أو الوصول إلى محاولة الوصول إلى ناجين أو العثور على ناجين. في أثناء ذلك تم إخراج أو انتشال بعض الجثث، لكن لغاية الآن لم تنتهي العملية. العملية مستمرة، وكما أبلغنا أن العملية ستستمر حتى الغد على أقل تقدير في محاولة لوجود أو إيجاد الأشخاص، حيث تم رصد إشارات الحياة. بشكل عام هذا جزء من ما يجري في كهرمان مرعش. أغلب أحياء المدينة بهذا الشكل، الدمار شبه كامل. البنايات التي لم تسقط هي قابلة للسقوط. الخوف من أي هزات ارتدادية تؤدي إلى سقوطها.
جميع المباني التي تتجاوز خمس أو ست طوابق هي عرضة للانهيار. ما تبقى من هذه البنايات هي عرضة للانهيار. وكذلك جميع اللجان التي تعمل هنا في عدة مواقع يعانون من درجات الحرارة المنخفضة. الآن نحن ما دون الصفر، درجة الحرارة ما دون الصفر، وهذا يعمل على تأخير العمل إلى حد كبير. طيب هذه يعني أنت عم تتحدث أنه كل المباني هناك مهددة بالانهيار، يعني ماذا عن أوضاع السكان المتضررين؟ أين هم الآن؟ يعني هل يعني ما دور الدولة في هذه الحالة؟ يعني ما وضعهم تحديداً؟ سكان كهرمان مرعش اللي هي التي هي عاصمة الولاية، عدد سكانها 115,000 شخص. بعض الأحياء في شرق المدينة لا تزال صامدة كونها مباني لا تتجاوز طابقين، لكن في هذا الجانب من المدينة تم إخلاء جميع السكان. أي مكان بعيد عن المباني يتم بناء خيم ووضع طواقم طبية وتزويدهم بالأغذية وما يحتاجونه. عدد كبير من اليوم رأينا الجيش الأذربيجاني قام بإنشاء مخيم جديد خلف هذا المبنى. تم إنشاء مخيم جديد للقوات للجيش الأذربيجاني. هم الآن يعملون على استقبال المزيد من المشردين، يمكن تسميتهم المشردين. جميع المناطق المحيطة في مدينة كهرمان مرعش الآن يهيئ مواقع الاستقبال وبناء خيم. هناك مشكلة في حجم أو عدم وجود خيم، يعني أحياناً لا توجد خيم، فيقومون بجلب بيوت متنقلة ووضعها بجانب بعضها وتأمين الحماية والأمن لها. نعم، هذه نتحدث عن أوضاع المستشفيات الميدانية في المدينة. بصراحة أكثر من مستشفى كان مستشفى رسمي أو مستشفى القطاع الخاص أغلبها تعرض للانهيار أو لعدم أو خروجها عن الخدمة. كل مجموعة خيم هناك عيادة موجودة بقربها، هناك فريق طبي، هناك فرق طبية تقوم بتقديم الخدمات، لكن من حجم الصدمة وحجم الكارثة لا يمكن تقديم جميع هذه الخدمات بنفس الوقت بنفس الجودة لكل الناس أو لجميع الناس. فحجم المخيم، الخدمة التي تقدم للمخيم تعتمد على حجم المخيم وعدد الناس وقربه أو بعده من المراكز الرسمية التي تأتي منها الأدوية أو الغذاء أو ما يحتاجونه في حياتهم اليومية. نعم، هادي المجالي مفد الشرق لكهرمان مرعش، يعني قبل أن أشكرك نتمنى أنه أعمال الإغاثة اللي عم بتتم مثل ما ذكرت يكون فيها أحياء. شكرا جزيلا لك.